مساء الخير على حضراتكم من هنا من ملعب محمد الخامس بعد نهاية المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي وأيضا نادي الوداد. نادي الوداد حضر من عنده فاندن بروك المدير الفني وأيضا يحيى جبران، ومن النادي الأهلي كان مارسيل كولر طبعا ومحمد الشناوي. مؤتمر صحفي كان مثير جدا بالنسبة للنادي الأهلي، كانت الأسئلة كلها أو معظمها بالنسبة للصحفيين المغاربة كانت أسئلة فيها ثقة شديدة جدا بفوز فريق الوداد بهذه المباراة، وكان رد مارسيل كولر ورد محمد الشناوي كان رد حاسم جدا. مارسيل كولر رد على احد الاسئله وقال لهم ان احنا كسبنا في مباراه الذهاب ونحن لنا الافضليه، ولما سالوه على الجمهور قال ان الجمهور بيبقى موجود خارج الملعب، احنا بنستمتع بالجمهور، الجمهور لا يشارك في المباراه بين 11 لاعب و11 لاعب، وبالتالي احنا لينا الافضليه بالفوز في مباراه الذهاب. محمد الشناوي اتسال على فكره انه كان في عقده بالنسبه للوداد او للوداد بالنسبه للنادي الاهلي بسبب الفوز في بطولة الماضية وأيضا بطولة 2017، قال إن النادي الأهلي مفيش فريق يمثل له عودة، وإن النادي الأهلي له الأفضلية بحكم العشر بطولات التاريخية في دوري أبطال أفريقيا، وإن النادي الأهلي يحترم كل الفرق سواء كان وداد أو رجاء أو أي فريق آخر. كان رد ذكي جدا من محمد الشناوي. مارسيل كولر كمان رد على سؤال مهم جدا إنه كان في أخطاء في الهدف اللي دخل في مرمى النادي الأهلي في مباراة الذهاب، وهو كان رده ذكي جدا قال إحنا لو عندنا أخطاء فهي أخطاء بتحصل في أي فريق في العالم، ولو عندنا خطأ في المباراة تسبب في هدف فالوداد كان عنده كثير من الأخطاء وتسبب في هدفين على الأقل. كل الأحوال فاز النادي الأهلي في مباراة الذهاب، في مباراة العودة نأمل إن شاء الله إن شاء الله إنه يحقق الفوز. الأجواء هنا أجواء مثالية جدا، ثقة كبيرة جدا من جماهير الوداد، ثقة كبيرة جدا من المغاربة، ثقة كبيرة جدا هنا في فوز فريقهم، وبالعكس احنا كمان عندنا الثقة الكبيرة في النادي الاهلي بطل القارة كبير القارة الافريقية الفوز بهذه البطولة. ده كان بعد المؤتمر الصحفي من هنا من ملعب محمد الخامس اللي بكرة هيبقى ممتلئ عن اخره ان شاء الله، جماهير كثيرة للنادي الاهلي وكبيرة وغفيرة تكون بتساند النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نرجع بالكاس.